يا ورياضة كمال، هي رح ننتقل للف يا ورياضة كمال، يا ورياضة كمال، يعني الإقبال على يا ورياضة كمال، يا ورياضة كمال، يا ورياضة كمال، يا ورياضة كمال، يا ورياضة كمال الأجسام أصبح هاجس للعديد من الشباب بوقتنا الحالي، وبالوقت نفسه هدول الأشخاص ما بيبحثوا عن مواد للاطلاع على فوائدها أو اضطرارها أو أضرارها. تفاصيل أكثر عن هالموضوع معنا بالاستديو الأخصائي رامي يوسف في مجال التغذية والرياضة. يسعد صباحك رامي. صباح الخير. يسعد صباحك كوتش، واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن المكملات الغذائيه، وخلينا نتعرف مع بعض او نعرف شو هي علميا المكملات الغذائيه واستخداماتها. يعني هي معنا هيك كيف ما كان، لا، في لها يمكن خصوصيه استخدام. تمام. هلا هو المكملات الغذائيه مع الوقت الجديد اللي عايشين فيه نحن وسرعه العصر، صار عندنا اللاعب بيصير بحاجه انه بده وقت سريع يعمل نتيجه اسرع بوقت قصير. هلا سابقا كانت الرياضه تعتمد على الاكل، على الوارد الغذائي الكامل والتنوع فيه. ظروف الحياه خلته يفكر انه لا، انا بدي فتره بسيطه اخذ نتيجه كثير سريعه، مثل وقت بيجي موسم الصيف يقول لك انا بدي بهالشهرين يصير عندي الجسم المثالي. هلا هي لها اختلافات في، يعني في كذا نمط للموضوع. في شيء نمط صحي اللي هو الاكل المكمل الغذائي الطبيعي، في عندنا شغلات هي لا بتكون صناعيه. هلا غالبيه الشباب مثل ما حكينا الهاجس تبع الموضوع انه نتيجه سريعه تجي من الجانب الصناعي، فبتلاقيهم كله رايحين بهذا الاتجاه، بدنا هاي النتيجه. هلا هي مشكله هاي المواد، هي بتعطيك نتيجه وهي مكمل للوارد الغذائي تبعك، بس كمان في لها اضرار. فنحن اللي نحن كثير بننبه عليه هذا الموضوع، انه انت بدك تعمل موضوع تجيب اي معلومه او اي شغله عن المكملات الغذائيه، فانت لازم تعرف هاي المكمل شو هو. هلا مشان نشرح اكثر عن الموضوع، المكمل الغذائي نحن في عندنا بالوارد الغذائي في شيء، في المياه، في عندنا مثل ما بنعرف السكريات، في عندنا البروتين، في عندنا كمان المواد الحموض المشبع، في كذا شغله. هلا بتنقصهم قصص بالاكل. هذا الاكل اللي عم ناكله احنا يوميا هو في عندنا شغلات بسيطه، مثل هلا في انتشار كبير لموضوع مثلا العجله بالاكل، في بتلاقي كل العالم بتروح على الفاست فود. هذا الفاست فود ما فيه الوارد الغذائي الكامل، فبيضطر بيقول لك انا ما عم بقدر، ما عم لحق، فلازم اعمل مكمل غذائي. مكمل غذائي شو هو؟ هو الشغلات الناقصه لازمتنا لجسمنا، كثير شغلات مثل مثلا الفيتامينات. تمام. شو بتتضمن؟ اي هلا الفيتامين هو كل نعم. الفيتامين هو شغلة بتنقص بالأكل الطبيعي، مثلا فواكه، ما بناكل فواكه صرنا، فما موجودة. فيتامينات، فيتامين سي هو اللي كثير العالم بتقول لك أنا بدي فيتامين سي لأتنشط، فهو موجود بالأكل بس صار بياخذوه صناعي. في عندك شغلة ثانية كثير مهمة للعيبة الرياضة كمان الإسلام، هي البروتين. هلا البروتين هو موجود بالأكل الطبيعي، في عندك البروتين الحيواني، في عندك البروتين النباتي، بس شو هي مشكلته؟ مشكلته بتاكل كميات أنت بشكل منتظم، هو بيقول لك لا أنا ما عندي وقت، فبخلص تمريني بروح باكل مثلا باخذ مثلا سكوب من مكيال مثلا، هذا هو اللي عمليه مكيال من البروتين، فورا في هي الخصائص اللي بتاخذها بقلب هذا البروتين اللي بتاخذه من الطبيعه. يعني نحن رح نتعرف اكثر عن المكملات الغذائيه بالماده التاليه وصحتها للشباب واضرارها. خلينا نتابع سوا ونرجع نكمل حديثنا. الحصول على قوه بدنيه ومظهر جسد قوي بعضلات بارزه هو تيار يبحر من خلاله الكثير من الشباب، والغاية الحصول على مظهر جذاب، وهو الدفع الكبير وراء لجوئهم إلى البروتينات غير المعروف مصدرها أو على ما تحتوي عليه من مكونات وقد تكون غير صالحة للاستخدام. أما عن أبرز مخاطر المكملات الغذائية والأعراض التي قد تسببها، فهناك عدة أنواع من المكملات الغذائية. فهناك بروتينات على شكل مسحوق تعمل على زيادة الوزن، حيث تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر. هناك نوع آخر يعمل على زيادة الطاقة والمحافظة على العضلات مثل الكرياتين. أما النوع الثالث من البروتينات فيأتي على شكل كبسولات مثل المينو. وعن الأمراض التي قد يصاب بها مستخدم هذه المكملات يقال أنها تؤثر سلباً في الجسم، وأبرز المشكلات الصحية التي يمكن أن يصاب بها الشاب تسبب ارتفاع ضغط الدم واختلال نسبة السكر وزيادة احتمال الإصابة بالالتهابات الجرثومية لانخفاض المناعة، الإصابة بهشاشة العظام، الاضطرابات النفسية والعدوانية وتضخم عضلة القلب واختلال تبدل الدهون وتصلب الشرايين وزيادة إمكانية التمزق العضلي. وأكثر الفئات العمرية استجابة وتأثرا بهذه المنتجات التي تكون في مرحلة النمو المراهقة والشباب. فإذا كنت عزيزي الشاب من المهووسين بممارسة كمال الأجسام، فليكن تحت إشراف رياضي طبي مختص.
يعني من بعد ما شفنا التقرير خلينا نحكي، يمكن كثير من الشباب او من المراهقين بيلجأوا للمكملات الغذائيه وبيلجأوا للبروتين، يعني كلهم مثل ما ذكرت بالبدايه بدهم يعملوا عضلات وباسرع وقت ممكن، بياخذوه بشكل عشوائي ما بيرجعوا للكوتش تبعهم او لحدا اختصاصي يدلهم. هذا الشيء قديش هو ضار للمراهقين يلي هلا جسمهم عم يبني حاله بحاله، وقديش استخدامه الزايد او الناقص كمان بيلعب دور كتير سيء. تمام. هلا هو الجسم بحاجه لكميه بروتين معينه خلال النهار. هاي الكميه بتختلف من الشخص العادي للشخص اللي عم يمارس رياضه للشخص المحترف. نحن المشكله بالمكمل الغذائي اللي اجى بالتقرير هو شو بيقول لك؟ انه هو بيعمل ضرر، ضرر بيجي من استخدام الخاطئ، يعني اليوم انا مثلا في كميه بروتين لازم تفوت على جسمي، هي مو معناتها المكمل الغذائي هو بيعوضك عن البروتين انت لازم تاخده بالاكل. يعني انت اول شغله لازم تاخذ البروتين الطبيعي، لازم تاخذ البروتين الحيواني والبروتين النباتي وتكمله بالمكمل الغذائي اللي هو المسحوق. اوكي، فالمشكله نحن عم نوقع فيها وحتى الشباب صار انه شو بيعمل؟ بيلاقي نتيجه فورا سريعه لانه في كثير اشياء بقلب البروتين، زياده بالمكملات الغذائيه على حساب الوارد الغذائي لازم هو يكون كامل. يعني انت بتاكل اكل طبيعي وبيكون لك حاجه زياده بتاخذها، بس نحن المشكله اللي عم نوقع فيها اللي دائما عم تصيب الشباب هي كميه البروتين الزايده بالجسم تعمل مشاكل بالكبد، لانه الكبد هو المصفاية اللي بتعمل هو البروتين اللي انت بتاكله من الاكل الطبيعي للعضلات. فالمشكله اللي عم نوقع فيها اللي عم تعمل كثير ضرر وكثير مركز عليها انه كميه البروتين بجسمك لازم تكون مدروسه، مثل ما حكيت حضرتك انه احنا في عنا ما بصير نشتغل بدون ما يكون عنا اخصائي هو يوجهنا قديش كميه احنا بتناسبنا. يعني انت اذا اخذت كميه كبيره ما رح تستفيد منها، رح تاثر على كبدك. طيب هي شو بتختلف بين مثل ما كنا عم نحكي انه اللاعب العادي واللاعب المحترف بين كل شخص وشخص؟ يعني اذا شخص عادي بده يلعب رياضه وبس حابب انه يعمل مثلا جسم لطيف، كيف بيختلف عن ال الشخص العادي هو بحاجه تقريبا لجرام من وزنه بروتين بالنهار صافي. هلا اللاعب اللي بيلعب كمال اجسام او عنده رياضات عنيفه بتزيد الكميه بصير عنده مثلا جرام. لا شو بيختلف؟ بصير بحاجه، لانه الجسم هو في النهايه العضلات هي بروتين مركب جوا الجسم، فانت بحاجه لتغذيه كبيره من البروتين ترجع تشكل عضلات اكثر، وتتمرن انت بصير عندك تلف الالياف العضليه، بصير انت بحاجه لكميه بروتين مشان ترجع تبني هاي العضلات. الشخص العادي بيكون عنده مجهود بسيط، بيكون عنده كميه قليله من البروتين لازمته. كل ما زاد الجهد العضلي فانت بحاجه لكميه اكبر، هي المشكله انه كميه البروتين اللي عم ياخذها مثلا خلينا نقول الهواه اللي بلشوا بالرياضه بدهم شيء سريع عم ياخذوا كميه كبيره، شو عندهم فكره انه لا انا اذا اخذت كميه كبيره فباخذ نتائج اكثر. هي لا، هي انك عندك كميه محدده لازم تاخذها تتناسب مع نشاطك اليومي ومع نشاطك الرياضي. زدت هاي الكميه انت ما استفدت، انت بالعكس ازيت الكبد اللي عندك اللي هو المصفاي اللي ما حكينا اللي بتحول البروتين اللي حتاخذه انت من الاكل للعضلات نتيجه هذا التمرين عم تقوم فيه. صحيح. كوتش خلينا نحكي اكثر عن ايضا المكملات الغذائيه يلي هي بتعطي طاقه، عن مكملات السكريه يلي بحاجه لها الجسم واللي ما بحاجه لها كمان. هون يمكن خلينا نحكي بالعموم وبالحياه اليوميه يمكن، وخلينا نحكي بالعوده للاخصائي بالتغذيه. يعني اذا الواحد منه لحاله بالبيت بده حياته تكون طبيعيه من الصبح للمساء، كيف فيه ياخذ الاكل والمكملات ايضا؟ تمام. هلا مركبات الطاقه اللي هي كثير منتشره من هلا اللي هي الهاجس العالم انه انا مثلا ما عندي طاقه، بيجي تعبان من شغلي بدي طاقه. هلا هو هذا النقص اللي بيجي، هذا الشعور بيجي لانه احنا ما عم ناخذ مولدات طاقه هي موجوده بالفواكه. يعني السكر الطبيعي هو بيعطي طاقه، بيجي بعدها في عندك الكربوهيدرات اللي هي مثل الرز مثل المعكرونه مثل هدول الاشياء اللي هي بتعطي طاقه كمان. تمام. هلا انت اذا بحياتك اليوميه عم تاكل وجبات صحيه كامله، يعني انت عم تفطر منيح، عم تاخذ وجبه كبيره على الغداء اللي فيها مثل ما حكينا الكربوهيدرات، الصبح فيها سكريات فيها فواكه، عم تاكل بتوصل لوقت اللي انت جاب فيك تعمل نشاط ما عاد بحاجه لمولدات طاقه. بس نحن وقت بيكون نظامنا الصحي اساسا ما له مزبوط، بصير جسمنا بيتعود انه انا ما عندي طاقه، فبقول لك انا بدي مكمل غذائي اللي هو منتشر كثير اللي هو مثل ما اجى بالتغيير بموضوع الكرياتين اللي هو بيعطيك طاقه بالتمرين. فبصير عندنا لا انا ما بتمرن، بصير اللاعب لك انا ما بتمرن. في الواحد ياخذ مكملات او طاقه او شيء بخص الطاقه بدون ما يلعب رياضه؟ هلا هي بتعمل مشاكل. يعني هي الفكره نحن هو هذا الحديث. يعني انت وقت تكون عم تعمل اساسا اكل صحي كامل وعندك مولدات طاقه موجوده بجسمك ما لك بحاجه لمكمل غذائي. هلا انت هذا وقت انت بتكون بدك تقول لي انا بدي اخذ مكمل غذائي، بتكون انت عندك رياضه احترافيه كثير عاليه وعندك 8 ساعات تمرين. بس الشخص العادي اللي هو مثلا عنده حياه يوميه وعنده تمرين بسيط، اول شيء بيعمل اكل صحي كامل بيستفيد من العناصر الموجوده بالغذاء الطبيعي،
وقت اللي هو بيكون عنده رياضه كثير محترفه وقتها بصير انه اذا اخذ بيكون لهي الرياضه. بس مو اي شخص مثلا بيقول لك بيكون هو عم يعمل نشاط بسيط وما عم ياكل بياخذ هي بصير بيأثر. هلا مثل ما حكى ذكر بالتقرير هو الكرياتين هي ماده بتولد الطاقه بس هي كمان بتعمل مشاكل بالكلى. اوكي فنحن بننبه عليها انه انت ما توصل لهي المرحله بالما تخلص اكلك الطبيعي، يعني عيش حياه صحيه مثل ما سالتي حضرتك انه شو الطريقه الاساسيه. انا اذا فطرت منيح وفطوري كان كامل في بروتين مثل روتين نباتي احنا نركز عليه كثير بالفطور اللي هو مثل الفول الحمص دول الاشياء، ومعه لازم يكون في سكريات. يعني نحن في عندنا مشكله هلا دائما ننبه عليها انه ما في الصبح نشرب قهوه، نحن في نفطر بعدين نشرب قهوه. طبعا يعني بتصير كميه كبيره من ليش شو السبب؟ خلينا نوضح للناس. تمام، لانه احنا وقت نشرب القهوه بصير عندنا ما عاد في بصير عندنا حاله من الاشباع، تنسد مع نفسي انا ما عاد اكل، بينما هو نحن كثير بحاجه انه نحن نفطر كثير منيح لانه الاستقلال ببلش من اول لقمه بتاكليها. فنحن كثير مهم انه نحن نفطر كثير منيح، بعدين وجباتنا نحولها مو انه وجبه كبيره بعدين في فراغ، لا كل ثلاث ساعات لازم تفوت شيء على المعده مشان هي تعطيك الطاقه كل الوقت. يعني نحن فترات الصوم الطويله مثلا من عن الاكل، مثلا من الساعه 8 فقت بالساعة 2 لأتغديت مثلا، هي الست ساعات هي بتعطيك خمول. انا اذا انا 8 اكل 11 اكل بس كيف كميات صغيره مشان ما الدم يروح على المعده كمان يخف النشاط بالعمل. لا كل ست ساعات فوت شوي على المعده وتعطيك طاقه خلال هي ثلاث ساعات. يمكن البرنامج اليومي هو اساس حياه صحيه، انه الواحد اذا عمل برنامج صحيح كل يوم. مثلا اذا شخص عم يلعب رياضه بشكل عادي، يعني بحيث انه هو بس حابب يمارس شيء نشط جسمه، يعني رياضه لا اكثر ولا اقل، هل هو محتاج فعلا للمكملات الغذائيه ولا حسب جسم كل انسان؟ تمام، هلا هو الوارد الغذائي للجسم يختلف حسب النشاط. هلا الانسان الطبيعي له كميه سكريات بسيطه ياخذها الصبح اكثر مشان تعطيه نشاط، في كميه من مثل ما حكينا على موضوع البروتين اللي هي كثير مهم لبناء الجسم. هي هلا هذا اذا شخص عادي ما له بحاجه لمكملات غذائيه، شخص طبيعي عايش طبيعي بيقدر يفطر الصبح منيح يعمل وجباته الكامله، ما بعتقد هو بحاجه لمكملات غذائيه. المكمل الغذائي اذا بدك تحتاج له فانت بتكون عندك رياضه مجهده وفعلا ورد غذائي تبعك ما عم يؤديه، بس هذا الشغل مو لاعب هو بحدده، المدرب والاختصاصي هو بيحدد له اياه، لانه هو ما راح يكون على درايه، بيقول لك انا لا انا بدي يعني انا بحاجه، طب هو انت نشاطك اليومي بجوز ما يتناسب مع هذا الشيء، انت ما بصير فورا تاخذ قرار انا لا لازم بلش من المكملات الغذائيه قبل ما كفي جسمي من الطبيعي، لانه مثل ما حكيت حضرتك على موضوع انه نحن صغار، فجسمنا هلا عم ينبنى، يعني جسم بتحت ال 18 سنه وخاصه نحن بننبه عليها كثير، انا بقول لهم مكمل غذائي بال 18 حرام، لانه جسمك عم يبني، جسمك فيه طاقته. فانت ليش توصل فورا لتروح لمرحله انه لا انا اخذ مكمل؟ نعوده دائما على الخمول للجسم. تمام، لا نحن جسمنا عم يعطينا، يعني انت عندك تحت 18 سنه هو فتره البناء فجسمك عم يعطيك، فلا تعود على الغذاء الصحي، تعود من هالوقت من هالامر انك تبلش تعطي كل جسمك كل المكملات، تعود مثلا انك تاكل فواكه كثير عشان تاخذ مضادات اكسده، تعود انك تاكل خضره عشان تلاقيهم لهدول، يعني مثلا نحن بقول لك انا ما بتنشط مثل ما مثلا بيجي على التمرين انا حاسس حالي تعبان بدي فيتامين سي، بيقول لك فوار، لا انت كل خضره يعني في شغلات بقلب الخضره فيها فيتامينات اكثر من الصناعيه يعني. فلا خلينا اتعودها بس عيشها وقت اوكي بتصير انت عندك تعب، عندك جهد عضلي مثلا، انت لاعب مثلا رياضه معينه، عندك فوتبول مثلا عندك 8 ساعات تمرين وعندك كثير جهد وعندك نقص بالشوارد والمعادن عم تصير نجيط هالجهد اللي عم تعمله، اوكي انا معك وقتها تاخذ مكمل غذائي تحت اشراف المدرب تبعك، بس ما تجي تقول لي انه انا مثلا عمري 15 سنه بدي فورا فوت على الجيم فورا بدي اخذ مكمل غذائي فورا بدي اعمل عضلات فورا سريعه، في مشكله هذا كل شيء بيجي بسرعه انا بقوله بروح بسرعه صح. رامي خلينا نحكي هلا داخلين على فصل الشتاء، وبالشتاء يمكن بخف روحات العالم عن النادي او بتخف الرياضه بسبب يمكن الحياه والمدارس والجامعات والاشغال والطقس كمان. بالشتوية قديش مهم الرياضة؟ بالشتوية قديش مهم انه نحن نستمر حتى يعني لو بساعة واحدة بالجمعة انه نعمل الرياضة فيها، او ما بعرف انت بتحدد الوقت قديش يعني هلا بالشتوية وبيزيد الوزن كمان يعني بسبب اهمال انه الرياضة بسبب ما بقى في حركة زيادة. هلا نحن كثير بنبه على موضوع انه الرياضه هي ما لها شغله موسميه، يعني انت بدك تاخذ نتيجه للصيف لتكون مثلا مثل ما حكينا كل حلقه بنحكي هو انه ما بدنا سرعه، يعني المكمل الغذائي اجى نتيجه شو؟ نتيجه اهمال بالشتويه وبدنا نتيجه سريعه بالصيف مشان موسم الصيف، لا هو انت حتى ما توصل لمرحله انك تضطر لهي القصص بتبلش من الشتويه، تعمل نظام انه نحن ما يكون اكثر من 45 دقيقه، هلا في حدا بيقول لي انا ما قدرة، مستحيل ما واحد يلاقي لحاله نص ساعه بالنهار بس ضمن 24 ساعه هو يعمل فيها تمارين بسيطه، بفي شغلات بسيطه نحن بتمناها انا من العالم مثلا على هي النصائح بقول لهم انه على المشي
اذا ما قدران تعمل مثلا تروح على الجيم، خيو دبر حالك مشي نص ساعه بالنهار، اكيد عندك هذا الوقت، شويه تمارين خفيفه بصير عندك. شو بصير اذا انت عندك في ساعه بيولوجيه بالجسم، اذا انت عودت حالك بهي الساعه انا دائما بمشي، فخلص جسمك بصير لو انت كنت تعبان كل النهار بهي النص ساعه فيك تعمل نشاط. جسمك هو متعود عليها. مشان هيك بننبه على شغله، الرياضه هي خلي تكون 45 دقيقه يوميه، مو يوم اي يوم لا، عشان جسمك يتعود انه بهي الساعه انا بدي اتمشى. حتى لو كنت تعبان جاي من شغلي 8 ساعه، انا بقدر بعدها لو نص ساعه مثلا. اذا كان عندي شفت طويل، انا كثير بحب اقولها هي للصبايا وستات البيوت، انه انتم اذا كان عندكم عمل طويل بس ناخذ هي وجبه بعد الهي ما حد ينام. اوكي بنضل قاعدين. اي وجبه؟ وجبه الغداء اللي هي دائما بتكون قويه، يعني مثلا الصبايا بيكون عندهم شغل طويل، فبيشتغلوا من 8 ل 3، هلا العمل دائما هيك بيكون، فبعدها بيجوا عندهم شغل البيت وعندهم بيقول لك عندنا تعب، لا انا بعمل وجبه بخلصها، بشتغل شغل البيت، بعدين بحاول امشي ما انام، لانه هي النومه هي اللي بتعمل الانخفاض بالنشاط. نعم. يعني خليها للمساء، بخلي نومتنا سحبه واحده 6-7 ساعات. لكن هيك نحن بنتمنى الشتويه نكون داخلين عليها متحمسين كمان ونتابع هي الرياضه، ودائما يمكن هذا الخمول يمكن او عدم ما بنعمل رياضه انه نحن وزننا ما بيزيد، بس بنحس حالنا عم ننصح، هو نتيجه انه عدم الحركه ايضا.